تعالى نتكلم عن التحكيم. انت خايف على التحكيم بعد كلاتنبرج؟ بص هقول لك على حاجه. الحكام لو بيتقاضوا اجر محترم ويتفرغوا مش هخاف عليهم. لو بيتقاضوا اجر يعني يبقوا محترفين. تمام؟ الحكم بيشتغل الصبح وبعد الظهر بيروح. هنا المنظومه صعبه جدا. بتدي الحكم كام؟ 5000 جنيه في الماتش تقريبا او 2000 حاجه كده يعني اعتقد. انت شايف ان في طمع في في الم... يعني في في الموضوع في اكتر من مجال؟ يعني كل حد بيدخل حاجه من كلامك كده بيمسك اكتر من حاجه، في طمع، فده بيخلي المنظومه يحصل فيها خلل. بص كل واحد من حقه ان يمسك 20 حاجه. لكن هل هو ده الصح؟ يعني كل واحد من حقه ان يمسك 20. انا النهارده ما تيجي اقول لك انا عايز اشتغل 100 شغلانه مش مهم، بس هل ده صح؟ تمام. طب انت دلوقتي لو حد قال لك تعالى درب هتوافق؟ بس مش حل. طب ليه؟ ما في شغلانتين. لا ما ينفعش، ما ينفعش بيبقوا يعني أنا ماشيين مع بعض. لا اقيم نفسي ازاي؟ شغل عكس بعض. ماشي انا معاك في انها يعني عكس أنا بعض، بس في بعض الحاجات بتكون ماشيه مع بعض. يعني او بمعنى يعني اسالك سؤال، ينفع بقى انا مثلا الرئيس التنفيذي للنادي وبشتغل في قناه الدوله مثلا، يعني او عضو مجلس اداره في نادي وبشتغل في قناه الدوله؟ لا هدافع عن نادي طبعا اللي انا عضو مجلس ادارته اكيد. طبعًا. يعني دي حاجه حتى لو حاولت اكون حيادي بس حاجه بديهيه. ما ينفعش على ما ينفعش. ليه؟ هنا انت بتدي اولويه لده في الحته دي. تمام. انا عندي النهارده المايك ماسكه، فانا النهارده عندي سلطه، اصبحت عندي سلطه عالميه. تمام. النهارده ما انا هدافع عن النادي وهدافع عن حقوقه حاجات كتيره جدا جدا جدا. احنا مش عايز اخد فيها لان الكلام ده مش صح، يعني مش صح. لكن يا تشتغل هنا يا تشتغل الناحيه دي. يعني ما ينفعش اتنين عكس بعض. اي بيزنس خاص اعمله زي ما انت عايز. لكن مش في نفس الكارير، مش حاجه المجال. مش حاجه تخدم على مصلحتك انت شخصيا. بالعكس انت بتشتغل، انت اشتغل يعني كن رئيس احسن نادي في العالم، بس مش تيجي تشتغل في تلفزيون حكومه. اعمل لك قناه لوحدك واشتغل فيها. مش معترض على فكره انك تشتغل مذيع، اشتغل مذيع مفيش مشكله، بس اعمل قناه لوحدك. تمام. اشتغل فيها قناه يعني خاصه، يعني اشتغل فيها وقول اللي انت عايز تقوله، وتاني يوم خليك في ما هو بيحصل في الوقت الحالي. مش بيحصل في الوقت الحالي رئيس نادي ماسك المايك 24 ساعه مالي.